الفرنسا هنا نجم تقول جالية من نوع جالية ما عندهاش مشاكل. اللغة هنا إما نورويجية إما إنجليزية، غير هذا ما تنجمش، معناتها اللغة أساسية. دونك اللي عنده اللغة الإنجليزية تأقلم ويدخل في الجو وما عنده حتى مشكل في الإدارة في الشركات في غيرهم. اللي ما عندوش يتعلم ما ينجمش يتعلم. السوق النرويجية بالنسبة لي نحن هي احنا عندنا اقتصاد متكامل، مانيش ما عندناش اقتصاديات متنافسة. علاش؟ على خاطر النرويج تستورد 85% من حاجياتها في المواد الغذائية. 85%، لأنه طبيعة المناخ والأرض اللي فيها، ما عندهمش أرض، ما عندهمش دي بلان، ما عندهمش، تخليهم ما ينجوش. الإنتاج الوحيد اللي عندهم هو السمك. الاقتصاد نتاعهم يرتكز أساسا على النفط والغاز، والنفط والغاز اكتشفوها عام 69 توا، والصيد البحري خاصة، وعندهم صناعة السفن، معروفين بصناعة السفن. الجائزة السنة اللي تعطات للربيع الراعي للحوار كانت محل إجماع، والانتقادات تكاد تكون منعدمة، لأنه في كل عام فما انتقادات توجه للفائز، والانتقادات هذه تجب تكون موضوعية. وفي النهاية هو القرار نتاع لجنة نوبل للسلام هو قرار بشري، أنت فيه الخطأ وفيه الصواب وفيه تقدير زادة، لأنه هي اللجنة متكونة من خمسة أفراد، ماهيش لجنة موسعة. تنجم تكون فيها سوبجكتيفيتي، كيما ما نجمش نحكي على الجوائز اللي صار قبل، ما عنديش حق باش نحكي فيها. المهم بالنسبة للجائزة هذه إجماع، شبه